كذب مو شهر، يوم واحد هذا شوفه شهر بسرعة رأسا يخلص هذا الشهر وأنت ما قاري ولا شيء، لا تأجل. أوكي اقرأ واستغل، قاري عيد عيد عليها. شلون يجيني عنوان إنشاء الوحدة الثالثة؟ يجيني على هذا الشكل: write a paragraph about world life in the marshes. اكتب انشاء حول الحياة البرية او حول الحياة البرية في الاهوار. The world life in the marshes in south of Iraq is very natural. People raise sheep and cattle. طلبنا اقرأ لك اياها وكأنما طالب، ليش؟ على مود تعرف انه شلون اقراها. قريتها قراءة واحدة بعدين تعرفون هاي الشغلة، كل انشاء اقول لكم اياها تقرا جملة جملة، بعد الجملة جملة تقرا اياها في اللغة العربية، او تقراها بالبداية في اللغة العربية وبعدين تقراها جملة جملة. ليش؟ راح يكون عندك شني اطلاع على انت ايش قاعد تقرا في اللغة الانجليزية، شنو قاعد تقرا، على قطعة رياضة، قطعة صناعة، قطعة مثلا على الحياة البرية، على اليمن، عن صديق. اوكي فلذلك اقراها على مود يصير عندك اطلاع. استاذ تجينا على شكل يعني سؤال وجواب، هذا الانشاء انشاء الوحدة الثالثة مثل اللي مطلناه بذنيش الانشاءات وحافظين على ذاك الانشاء، ماكو مشكلة. اوكي نفسي تنقل ذاك، نفسي اللي حافظه انت مثلا سؤال وجواب تمام ماكو مشكلة. يلا هسه لمن نروح؟ نروح للقواعد. عندنا اول شيء واهم شيء في اللغه الانجليزيه الفصل الثالث هو المقارنه والتفضيل، راح ناخذهن وحده وحده. اضافه الاي ار وهي المقارنه كومباريتيف، اوكي، الى الصفات للمقارنه بين شخصين او مكانين او شيئين، اي شيء نقارن بيناتهم بس كون اثنيا تمام، شيئين مو اكثر. اذا اولا اذا كانت الصفه ذات مقطع واحد نتبع ما يلي. استاذ شلون نعرفها مقطع واحد؟ تعالوا وياي هسه راح ناخذها وحده وحده، ناخذ وحده اكثر من مقطع على مود تعرف انه شنو المقطع الواحد. تمام هاي عندنا اكثر من مقطع، اجيت حسبت هذه الحروف. الحروف اهم شيء عند الحروف شنو العله، احسب حرف عله واحد حرف صحيح بعده شنو حرف عله، نفرض بعده صحيح ماكو مشكله، بعده شنو صحيح حرف عله. شوف صار عندها كم مقطع، صار عندي ثلاث مقاطع. شلون حرف عله بحرف صحيح واحد مقطع واحد، حرف عله بحرف صحيح مقطع شني واحد، حرف علة حرف علة ثاني حرف علة ثالث، هاي كله شيء يعتبر مقطع واحد. ثلاث حروف علة مجموعات، اربع حروف علة مجموعات، يعني واحد بعد الاخر يعتبر مقطع واحد. وضحت هسه اعتقد وضح شنو المقطع الواحد او اكثر من مقطع، لان راح نحتاجهن بالاضافات. يلا تعالوا ياي هسه نشوفهن وناخذ عليهم. إذا كانت الصفة ذات مقطع واحد نتبع ما يلي، ايش نتبع؟ ألف إذا انتهت الصفة بحرف صحيح واحد مسبوق بحرف علة واحد نكرر الأخير، يعني نكرر الحرف الصحيح. مثلا بيك منتهية بحرف صحيح واحد وهو الجي، وقبلها حرف علة واحد وهو الآي. ساد ما نعرف حروف العلة اللي اعطيتكم اياهن اللي هن الأي والاي والاي والاو واليو، خمس حروف. تمام طلابنا؟ يعني يقول اذا انتهت بحرف صحيح واحد، شوف شارط لي واحد وقبله حرف الا واحد، اضاع في الحرف الاخير تمام واضيف اي ار. بسيطه شلون تجيني بيج بيجر ريد ريدر وهكذا باكات. با اذا انتهت، اذا كانت الصفه منتهيه بحرف اي فقط نضيف اي ار، فقط نضيف ار العفو. مثل نايس نايسر، ليت ليتر، وايد وايدر. تمام تمام. جيم
اذا انتهت الصفه ذات المقطع الواحد بحرف واي نحولها المن الواي الى اي. وش نضيف؟ نضيف اي ار. اعتقد صارت بسيطه. ثلاث ملاحظات: لوفلي لوفليا، لوكي لوكيا، ديرتي ديرتي ديرتيا. اوكي، وهكذا الواقعه. شفته منتهي بواي، حولناه الى اي وضفنا شني؟ اي ار. ركز هسه. واحد يقول استاذ هسه هذا الموضوع ايش قد علي بالوزاري؟ يجوز 10 درجات، يجوز 2، يجوز 6، يعني هو ما يقل عن 6 درجات هذا الموضوع. ليش؟ لان بالاملاء يجي، بالقواعد ايضا يجي. تمام تمام، بالاختيارات ايضا يجي. يلا البعتها يعني. شوف 2 هسه احنا قلنا ذا كانت مقطع واحد، شو نضيف لها بالنسبه للاي ار؟ عرفنا. تمام، ثانيا اذا كانت الصفه اكثر من مقطع واحد نسبقها بكلمه مور ولا نضيف لها اي ار، مثل delicious more delicious، crowded more crowded، لان اكثر من مقطع وعرفنا شلون نقراها المقطع. هسه السي والار والاو لحد الدبليو هذا كله شني؟ مقطع واحد. تمام تمام، وهذا مقطع ثاني، اذا صارت مقطعين يعني اكثر من مقطع نضيف لها مور. خليها ببالك هذه الكلمه. تمام، 3 الصفات التاليه تشهد عن القاعده، يعني شواذ لازم احفظهن. مثلا قال لك اكسبنسيف صارت مور اكسبنسيف، نفرض. زين قل لي فار شو تصير؟ ما تروح تقول له فارر او تقول له مور فارر او مار فار، ما يصير. لازم شو تقول له؟ حافظها انت، فار ذر. يجن ذا النساد؟ اي يجن هواي. جود بيتر باد وورس، فار فارذر، ماتش مور، ماني مور، فيو ليس، ليتل ليس. واضح لو مو واضح؟ امثله وزاريه عن ال يا هي عن اضافه الاي ار، يعني المقارنه الكومباريتيف شلون تجيني. لاحظ شلون تجيك. يور دريس از لونج، لاحظ حاط لي لونج بين قوسين، منطيني ذان. لاحظ اذا لقيت بعدها بعد الفراغ ذان الصفه، شو اخلي لها؟ اضيف لها اي ار او مور، او هي شاذه اخلي لها المقارنه مالتها. قايل لي كاتب لي كومباريتيف، لو قايل لي سوبرلاتيف لا اضيف لها اي اس تي، بس قايل لي كومباريتيف. تمام، يور دريس از لونجر، لاحظ لونجر ذان ماين. وضحة تعتقد صارت جدا بسيطة. I think jeans are fashionable now than in the 1970 century. Comparative، هاي الفاشنبل كم مقطع تكون؟ لاحظ لي اياها، اكثر من مقطع. اذا شو اضيف لها؟ اضيف لها more. زين استاذ انا ما قريت كلمة comparative، شلون اضيف لها مور؟ يمكن اضيف لها ذيك الثانيه اللي راح تجيني موست. عندك بعد الفراغ كلمه ذان، اذا لقيت بعد الفراغ كلمه ذان شو تضيف؟ تضيف مور او اي ار اذا كانت مقطع واحد. وضحت. ريد از يوجوالي اتراكتيف ذان جراي، بعد ما يحتاج اقرا انه كومباريتيف لان مبينه هي من كلمه ذان. يلا ماكو مشكله نقراها اكثر. More، شفت ضفت قبل الاتراكتيف more. I think men look، كلمة smart الصفة، in ties comparative. لاحظ هنا أنا I think men look، لاحظ smart مقطع واحد. شلون استاذ؟ عندك حرف صحيح، حرف صحيح، حرف علة، حرف صحيح، حرف صحيح، هاي انتهت. يعني عندي حرف علة واحد محصور بيناتهن، هاي هي. اذا مقطع واحد. لو كان عندي بين الاس والام حرف علة كانت مقطعين. اوكي، فلذلك ضفت له سمارتر اي ار يعني. يلا ذن الباقيات نفس الحالة. ف
تعرفوهن. نجي لمن ملاحظة، في حالة الاختيارات نختار الصفة المنتهية بـ ER أو المسبوقة بكلمة more أو أحد الصفات الشاذة اللي هي better, worse, further, more أيضا تجينا. لاحظ هاي امتى؟ إذا لقيت بعد الفراغ كلمة than، يعني مو شرط أنه تجيني بالوزارة بهذه الصيغة، لا تجيني بهاي الصيغة. شلونها؟ my sister wears frog clothes than me. لاحظ كلمة than me راح تجبرني شختار أختار صفة لو بيها more لو بيها er لو شاذة من ذن اللي أخذناها من الشواذ. فشختار عندي trendy not trendy trendy، فاختار لها trendy بنتهي ب er. اوكي our modem is frog yours quickest than، لاحظ quickest than quicker from quicker than، اختار quicker than بيها er، اما quickest than ما تصير. لاحظ هاي خطأ، هاي خطأ، اذن quicker than. تمام this film is sad او sadder او saddest than the last one. عند than شختار لها استاذ نختار لها منتهي ب er. تمام عاشت ايدك. يلا نروح المن اضافة ال est. شوف اضافة ال est قسمتهن er و est. اضافة ال est نفسيتها مال ال er نفس القواعد نتبعهن، لكن انا قسمتها على مود شلون تكون لك يعني رسخن ببالك ذن القواعد، انه اضافة ال est او ال most. تمام تضاف الحروف الى المقطع واحد نفس ما قلناها. اذا كانت الصفة ذات مقطع واحد نتبع ما يلي. شنهش نتبع؟ نتبع اذا انتهت الصفة بحرف صحيح نفس القواعد قلت لك، واحد مسبوق بحرف الا واحد، نكرر الاخير ونضيف est. مثلا big biggest red redest hot hots fat fattest sad saddest. لاحظ ما سوينا شيء فقط نفس القاعدة. با إذا كانت الصفة منتهية بحرف E فقط نضيف ST. هناك إذا منتهية بE نضيف فقط R. هنا نضيف ST. مثل nice nicest. زين sad يمتى نضيفها؟ شلون نضيفها؟ الشيء يريد من عندي. مثلا يقول لك sad صارت saddest. late شو تصير؟ أنت مو تروح تضيف لها E ST. هي منتهية بE فقط تضيف لها ST. late. تمام؟ تمام. أما الحالة الثالثة اللي أخذناها إذا انتهت بواي نقلبها أيضا إلى آي ونضيف شني؟ A S T مثل lovely loveliest lucky luckiest dirty dirtiest. تمام طلابنا؟ وهكذا الباقيات. شفتن شلون بسيطات؟ نفس اللي قبلين بس خليت الكهن على مودي رسخن بدماغك. يلا نشوف اللي بعدها ثانيا. زين هسه إذا انتهت بحرف صحيح يعني إذا كانت مقطع واحد عرفنا نضيف لها A S T. اما اذا كانت الصفة اكثر من مقطع واحد نسبقها بكلمة more لو most. لا استاد هنا نضيف لها most. عاشت ايديكم. مثل delicious most delicious. لاحظ يلا ناخذ الباقيات. اما الصفات الشاذة هنا good تصير best bad worst far farthest much most many most few least little least. لاحظت هنا الشاذات، الشاذات احفظ ليها بالاثنين هناك وهنا. هناك قد تصير بتر، هنا قد تصير بيست. تمام أمثلة وزارية نفس الحالة. زين هنا شلون نعرف نختار إذا ما لقينا سوبرلاتيف؟ هناك يقول لي كومباراتيف أضيف لها AR، إذا قال لي سوبرلاتيف أما أضيف لها EST أو MOST. زين أستاذ نسيت هناك كلمة سوبرلاتيف شلقة تبقى قبل الفراغ ذا. مثلا cheap شو تصير؟ about the cheapest. شوف ضفت لها est the. ألقى the ما ألقى بعد الفراغ than. لاحظ الذان اختفت بالسوبرلاتيف. أما بالسوبرلاتيف ظهرت عدة the the. لاحظ خليها ببالك. مثلا existing لاحظ قايل السوبرلاتيف وعندي قبل الفراغ the، شو أخلي لها؟ most existing. ليش؟ اكثر من مقطع. ها
هذا الاي واحد هو الاكس والسي الاي والتي واثنين والاي الجي هاي بعد هي كيف ثلاثة لونج مقطع واحد شو اقول لونجست تمام ليش لان طالب من عندي سوبرلاتيف وسوبرلاتيف معناها اضيف لها اي اس تي او موست تمام تمام هسه اما في حالة الاختيارات فنختار الصفة التي مضاف اليها اي اس تي طبعا قلناها ودائما نلقى قبل الفراغ ايش قلنا قلنا ذي مثلا عندي what is the hotter low hottest او hot month in your country لاحظ لهنا انا شختار اختار hottest ليش لوجود the قبل الفراغ لو عندي ذان هنا أنا اختار hotter تمام تمام نختار مثلا I think geography is one of the most interesting low interesting low more interesting عند the قبل الفراغ الاحظ هاي طلابنا مهمة هاي شو اختار اختار شني most لان عند the امثلة وزارية عن من عن المقارنة يعني على الcomparative and the superlative اثنيناتهم عندي عليهم امثلة وزارية هسه ذن اكثر راح ينشدها A bear is not as fast as a lion. إيش قايل لي؟ قايل لي أعد صياغة الجملة واستخدم faster. تمام. من قال لي faster لازم أنا شو أسوي هنا أنا؟ شو أسوي؟ جيب الاسم الثاني اللي هو a lion وتخليه is. النوت والاز تحذفها والاز الثانية شو أسوي لها؟ أيضا تحذفها. شو تجيب؟ بعد تجيب الفاستر المطيك ياها. هنا انا كومباريتيف ايش تحتاج هاي استاذ تحتاج ذان لان الاي ار لازم بعد الفراغ ذان عاشتينك يا بطل وتجيب الاسم الاول تخليه بالاخير وضحت يلا راح تصير اكثر وضوحا بالامثله الثانيه زين اذا بالعكس مثلا قال لي a lion is faster than a bear شو تسوي انت قايل ايش قايل هو rewrite the sentence use as استخدم as اذا قال لي as هنا انا شو اقول اجيب الاسم الثاني ابير و is not لازم is not وذا جمع are not تمام تمام اخلي الفاست هنا انا الفاستر اجردها من الاي ار ارجعها لصفة نفسها بدون اي ار او بدون مور و as وبعدين الاسم الاول وضحت لاحظ اما الصيغة الثالثة اللي يعطيني اياها خاف يقول لي صفة شبيهة عكسية مثلا appear is bigger than a wolf وقايل لي استخدم small انا شو اسوي اقول a wolf is smaller than a bear قلناها استاذ هاي ما فهمناها تمام عندك يعني انطاك جملة قال لك appear is bigger bigger شني اكبر than a wolf لاحظ انطاني bigger كلمة bigger لكن بالطلب مالتش قال لي طلب من عندي قال لي rewrite the sentence use small استخدم small bigger شني كبير وsmall صغير يعني bigger اكبر وsmall صغير تمام تمام يعني الصفة طانيها عكس اذا طانيها عكس بكل الحالات هاي شوفها هاي الحالة الاولى اللي تستخدم بيها faster بدل as نجيب الاسم الثاني نخليه اول والاسم الاول نخليه ثاني تمام والثانيه اللي قال لك استخدم لي باز تمام ايضا اجيب الاسم الاول الثاني اخليه اول لاحظ مثل بير جبت خليته الاول والاسم الاول اخليه بالاخير لكن هنا نستخدم اياها نوت اما هنا نشوف ثالث الصيغه الثالثه شي يقول لي يقول لي ابير از بيجر ذان ا وولف وقايل لي استخدم الصفه عكس هذه معناها عكس هاي ايضا اجيب شني الاسم الثاني وين القى الاسم الثاني دائما تلقاه بعد كلمة ذان تمام تمام خلي a wolf is زين هاي الصفة شو اسوي لها استاذ نفس ما كانت بقر شبيها بقر اسوي لها يعني مضيوف لها ar اضيف لها ar تمام فش اقول smaller than a bear وضحت وضحت يلا بعدها a bear is bigger than a wolf لاحظ
هنا ايش قايل لي؟ قايل لي استخدم لي as as. يلا ابطال شلون تستخدمونها؟ استاذ نجيب الاسم الثاني، يلا جبناه يا هو الاول عافيه. بعد استاذ ونجيب is not، نوت من جيبنا الخاص، ونجيب واحدة من الاز ايه، ونجيب الصفة نجرتها من الاي ار. شلون نجرتها استاذ؟ اذا نضاعف الحرف الاخير نحذفه هو والاي ار، نضاعف هو ننزلها البق نفسيتها، ونحط الاز الثانية ونحط بعدها الاسم الاول. اعتقد جدا صارت بسيطة. اما اذا قال لي بالاختيارات كوز ار، لاحظ كوز ار as big as، او قال لي bigger than goats، او قال لي the biggest goats، ايش تختار استاذ؟ ما اعرف ايش اختار هالثاني. لو كان عندي هنا نوت كان اختاريت as big as، لكن ولو كان عندي مثلا اشياء اكثر كان اختاريت the biggest. لكن عندي شنو هنا؟ اسم واحد واسم ثاني، يعني بين شيئين، فلذلك اختار bigger than. وضحت؟ وضحت. phones are less expensive than tablets. rewrite the sentence. وقايل لي شو استخدم tablets are، شقل له لازم اجيب جملة اجيب صفة عكس. شو اقول؟ اقول tablets are cheaper than phones. تمام؟ تمام. ركز على هاي رقم ايش قد 19 ورقم 20، اريدك تركز عليها كلش. هاي ما بيها يعني تعتمد عليك وعلى ذكائك لما تدخل الامتحان، وهي بسيطه جدا. من ينطيك مثلا نفس هاي الجمله بغداد از مور كراودد ذان فراغ بي، لاحظ ايش تختار، ومنطيك ات يوزد تو او منطيك يوزد تو وات يوزد. دائما اختار الكامله، يعني شنو الكاملة اللي منطيك اياها؟ it used to. واضح؟ واضح استاذ. مثلا هلا is greener than